كده 10 جنيه يا باشا. انت كده اول مره تركبي مشوارك كده 10 جنيه مش عاجب حضرتك اتفضلي انزلي. التوك توك دلوقتي تقريبا اي واحد عنده وظيفة في شركة لها دخل خفيف ممكن يسيب الوظيفة ديت وبيقول أنا أفضل إن أنا أشتغل في توك توك يجيب لي دخل كريم يعيشني. في ظل غياب رقابة الدولة الفاعلة على هذا الشأن وعدم وجود رؤية للمستقبل تسبب في مشكلة كبرى إن الصبيان الصناعية اللي هم بيبشروا مهنة بلية ده بتاع اختفى. اشتغلت في كل حتة ومش لاقي شغل. أنا أصلا فرن يعني فرن فرنجي. بنقول يا رب احسن ما نشتغل بالحلال احسن ما نمد ايدينا لحد دلوقتي حاجه ساعات بروح ب 50 ب 70 على حسب سير ربنا. انا صنايعي جزار اصلا فسيبت الشغل وشغال على توك. شرب مخدرات فيه في ناس بتبيع مخدرات بالتوك توك في ناس تطلع تسرق فيه. ماشي انا وواحد صاحبي رايحين نركب من الموقف اللي هنا ففي توك توك كان واقف على جنب فاتنين مره واحده نزلوا من التوك توك واحد معاه مطوه مسكني كده بيقول لي لو اتكلمت اعورك. مرة واحدة يعني نطش التليفون من جيبي بسرعة ويا دوبك في ثانية لقيته في جوه التوك توك اللي هو كان جاي فيه. واحد خد مني فلوسي خد بعضه وجري جريت وراه مسكته نفسه ضربته وهو كان طول يعني حاجة طول يعني بمعنى صح خربشني بضوافره رحت انا مخلبشه برضه في وشه بضوافره برضه. التكاتك التكاتك ولا ليها ترخيص ولا ليها أي حاجة عشان نعرف نسيطر عليها. كلمة عنادية دي ممكن تكون على شخصيتي والفينش والحاجات اللي في المكان ده بحب المكان بتاعي يبقى مفنش. عايز يعني روشانة بروح على المكنة يعني عادي. والزبون برضو يعني حاجه برضو تكون انت قاعده مستريحه فيها برضو انا عشان احب القعده فيها ما ملش بس يعني. طب مفيش حاجه تبعك يا محمد مفيش حد تبعك يا محمد يابا يابا انا هنسى اني اغني مؤهلي بكليه هندسه مرايه بجوده. توك توك دوت انا شغال عليه بتاع واحده عندها 4 عيال وانا بعونها وبعون نفسي. توك توك ده يعتبر الملاكي بتاع الغلبان. المفروض ان وزاره الصناعه ادت للتكاتك دي تصريح انها تتجمع. اول حاجه لازم تكون حصره على الاعداد اللي بتتجمع قد ايه انها بتجيب الهند مفكوكه وبتتجمع. لازم مفروض ان احنا نعمل رقم للشاسيه التوك توك يبقى لازم في رقم للشاسيه ورقم للموتور ولازم التكاتك دي كلها تسجل. لما هم مش عايزين التكاتك من الاول نزلوها ليه مصر؟ مصلحه ليهم ان التكاتك ترخص ان هو لو اخد 500 جنيه كل سنه فوائد من التوك توك هيبقى مصلحه للبلد. مفيش ترخيص يا فندم يفتحوا لنا ترخيص يقولوا بس يا ترخيص وانا اول واحد اروح اخبط على الباب واقول لهم انا موجود رخصوا لي عشان انا تعبان نفسي امشي سليم زي بقيه الناس.
مش عايز اشوف امين شرطه اجري منه. الحكومه كان ليها دور في التغاضي عن علاج هذه المشكله او وقفها من بدايتها. هيئه مفوضي الدوله طلبت الحكومه انها تلغي تراخيص التوك توك دي. التوك توك لو ترخص اولا هيدخل ضرائب واحنا في ظل اقتصاد يعني متعافي وليه موارد منصوص عليها في التشريع. هيدفع ضرائب وهيدفع رسوم وهيدفع فحص فني. انما التوك توك عشان يقف يبقى البيت وقف. الظاهره دي ظاهره تسيء لمصر وتسيء للوجه الحضاري اللي احنا بننشده لبلدنا ولا بد من الغاءه تماما. طالب زي ما انت عايز، وجهه نظرك زي ما انت عايز، رؤيتك زي ما انت عايز، تطالب بتعديل تشريع، ولكن الى ان يتم هذا التعديل التشريعي ارجوك اوعى تغلط وتطالب بايقاف تنفيذ القانون. لا تقدر تمنع استيراده ولا تقدر تمنع ترخيصه، والتزم لو سمحت باحكام القانون. ناحيه مضايقني فمضايقني، بس هو بياكلوا عيش هيعملوا ايه؟ بيقفلوا علينا ويطلع من هنا، يروح واقف قدام مني ويكلم ويروح منزل يمسك فيا، وكل انا قد ابوه يمسك فيا. كلهم صوابع، كلهم مسجلين خطر. معنى ان انا ارخصه معنى ان هو هيطلع في اي حته، هيبقى براحته. طب اذا كان هو في الشعبيات ومبادل الدنيا، ما لقيت قبر ايه اللي هيحصل؟ لو التوك توك اتاخد لا ما يقدرش حد ياخده مني كده، ياخد رقبته. دي قنبله موقوته، مش قنبله موقوته، دي قنبله متفجره في كل لحظه من اللحظات. هو لو شجع اخويا انا واقف معاكم دلوقتي لو جه هيعملني بالوش، ليه ما تعرفوش؟ بين الدار في حوار الدنيا دي احلى، بنبكي كتير وشفنا كتير عذاب. يا ترخصوه يا تمنعوه، يا تشوفوا لنا شغل ناكله عيش منه. لحسن احنا كده تعبانين. حضرتك شايفه ايه التكاتك جايه ايه عماله تقول لي لف لف ليه؟ عشان الظابط واقف قدام، عشان اول ما اخش عليها ياخدني وهيقل ادبه عليا ويلي 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 ويلي، وانا طبعا ما ينفعش افتح بقي. ليه؟ عشان ماشي غلط. ماشي غلط ليه؟ هم اللي ماشيننا غلط. يا دوبلر مرمي في الكواليس. كل يوم بصحى الصبح وانا بتقطع من جوايا، بس اعمل ايه؟ اقعد في البيت. وانت يا دنيا مش فاكر راجل خاطب عايز اتجوز، حرام اتجوز؟ حرام اتجوز يا حكومه؟ كل ما اجي افرح حبه دايما بتعذبيني. انا ان شاء الله رب العالمين على التوك توك ده على فرحي هكون عامل زف التوك توك، بس اكون مظبطه. لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجه في سكه الاموال، لو لعبت يا زهر التوك توك مصدر رزق غير مقنن غير منظم، في ناس خارج عن القانون هتستغل هذه الثغره. يترخص زي الموتوسيكل من غير مؤسسة، من غير ضريبة، من غير تأمينات. حاليا مش مرخص، بس أنا نفسي أرخص. كان عليا عايز أرخص مكانتي، ممكن أروح أصرف لي 2000 3. الضرايب والرسوم مقررة وفقا للقانون حوالي 500 جنيه، ما تزيدش عن كده. لكن في تبرعات بتصدر بقرارات من السادة المحافظين، تبرع للمحافظة. بعض السادة المحافظين بيعتبروا حق له. التوك توك لازم ينحل مشكلته، لازم الأجرة تتوحد بناء على ترخيص من مجلس المدينة أو مجلس محلي أو المرور. الفئة العمرية اللي بتركب التوك توك فئات أقل من 18 سنة، أطفال، فما نقدرش نحاسبها. أنا شغال في الأواف ترخيص خطبة، والعيشة صعبة. بشتغل على توك توك مرة، أشتغل على عربية مرة، أشتغل في الأرض مرة. بنت اتعرضت لعملية خطف موبايل قدام البيت الساعة 9 يوم 20/1. مين الضحية في القصص دي كلها؟ المواطن الغلبان. محافظ انا بقول وعلى الهواء مباشره مش عايز يحل. معذره بعض الساده المحافظين اعتقد خطا ان له يد في الترخيص، والساده مسؤولين المرور مشوا على كلام المحافظين. هذا خطا وذاك خطا. دي مركبه من النقل السريع، من مركبات النقل السريع. فالتوك توك يتم ترخيصه وفقا لقانون المرور باعتباره مركبه من مركبات النقل السريع في المرور، قسم المرور مختص. لو نعد ايه اللي ترخص مركبات من السنه اللي فاتت، نقول 50 100 200، انا عندي فوق ال 30,000 توك توك دام ماشيين في فوز. ما احنا كده ما بنحلش. يا لهوي من زلقتك يا الدنيا كل متظبطه والشباب بتقفش وتجاي صح صح له.
كانت مدينة السنبلاوين هي اللي نزلت التوك توك على مستوى الجمهورية، هي اللي بدأت في مشروع التوك توك. طبعا سألته ايه الدولة الأكبر مبيعات لك في تصدير مصر؟ ليه أنا أخلي واحد في مصر هو اللي يصور التوك توك؟ ليه توك توك ثمنه 1500 دولار يتباع مثلا ب 35,000 جنيه؟ ده هو ده لو اتعمل في مصر ما يتكلفش 10,000 جنيه. بالظبط بألفاظ مش حلوة. ليه ألفاظ؟ أنا أمي زي أمك، وأنا راجل متعلم وراجل صنايعي وراجل بشتغل وراجل توك توك أهو. أسرع حضرتك أكتب شيكات على نفسي عشان أربي ولادي. بنروح نجدد بتاع ده مخلفة 2003 ماشي، نبقى ماشيين في أمانة الله برضه بياخدونا. فلما أقول حطه في الحضانة، هذا الإجراء خاطئ. عليك أيها المسؤول أن تتحمل كافة المصاريف اللي هي بتقول عليها مصاريف الحضانة اللي بنيت على قرارك الخاطئ اللي بيخالف صحيح القانون. أي حد بأي سن بأي وضع بيسوق التوك توك سن لسه صغير، ما نعمل إيه؟ أقول له أعمل إيه وأنا أعمل أسرق؟ أنا ما مسرقش، أنا عندي أمشي أجيب الجنيه أحسن ما أسرق. عليها عايزين نسيطر على الأعداد الفعلية وما تزيدش عن كده إطلاقا، يعني حتى يبقى في تجريم للي بيجمع التوك توك ده فينا بقى. مش موقوف استيراد ولا حاجة، ما يقدرش يوقفه دلوقتي. النهارده عشان توقف التوك توك ده وتقول أنا هلغيه مثلا من الصبح، لا مستحيل، ده أنت هتعمل كارثة في البلد ما حدش هيعلم مداها يعني. أنا النهارده نقدر نقنن. المستورد عايز مش عايز أو عايزها تمشي كده بدون رقابة أو عشان ما تدفعش ضرايب. ارجعوا قولي احذر مني بكرة، تعالى لسه احذر مني بكرة، والكعبات بتكتب والنسوان بتطلب. يا اللي انت غاوي الصحابة خد العصير، رمضان كده صاحب مش كل واحد ضحك لك وعك تعمله الصاحب. ده تكاتك نازل لي مليون توك توك في البلد، هي البلد نكسه زحمه اصلا، وسواقيكم منتهى قله الادب والاستقلال. انت ليه مش تتكلم مع العيل؟ العيل لابس له برموده والبيت بتكون في سن 18 سنه و19 سنه ومنتهى السفاله وقله الادب. العربيه تبالها ب 250 و 300 جنيه، ده اكنها التكاتك. سواق التوك توك بقول لك مطرح ما تنكت راسك انكت رجليك. خطفوا شنطه من واحد كسروها، اقسم بالله خدت ثلاث شهور في الجبس. واحده تاني برضه ضربوها كسرنا العمود الفقري. ده ارمك كلها عشوائيه والله، حضرتك عيال صغير اطفال. في ناس بيع اراضي كده عشان خاطر تجيب تكاتك عشان تتزلزل منها. عارف تمن التكتك ده كام؟ عشان اقول لك تسعيره بمزاجهم. انت عارف تمنه كام دلوقتي؟ 37,000 جنيه. عارف اسوح يا الدنيا مخالفه. المره الاولانيه قالوا المحافظين، بعض السادة المحافظين قال على جثتي لو رخص رغم ان القانون بيلزم. طرحت على الوزير احمد زكي بدر لما كان وزير التنميه المحليه، بعت صوره لمحافظ الاسكندريه السابق، قلت له يا ريت نميز كل حي شعبي بلون عشان نبقى عارفين، وان التوك توك مثلا الازرق المنتزه، مثلا الاصفر الرمل. انا اقضي على فوضى المسؤولين اللي هي عدم الموافقه على الترخيص، لان القانون يلزم بالترخيص. الفوضى ليست في جانب واحد، الفوضى في جانبين، قائد التوك توك او مالك التوك توك والمسؤول اللي بيرفض الترخيص وفقا لصحيح القانون. ده تحقيق عن دويلة التوك توك في مصر او امبراطورية التوك توك في مصر. زي ما قلت لكم في اتهامات بتوجه للتوك توك انه اصبح اداة للجريمة، وان التصقت به في السنوات الاخيرة جرائم اختطاف واغتصاب وقتل وبلطجة، كمان انه اداة قبح تنتشر في كل ربوع مصر، اللي هو المشهد اللي احنا شفناه كان حتى الكاتب المبدع الاستاذ وحيد حامد بيسميها الفئران المتحركه، يعني
اللي بتنتشر في كل محافظات مصر بالشكل اللي شفناه. وكمان الحديث عن انها خلت الناس ثابت المهن الأساسية. احيانا اصحاب المهن الحرفية والحرف الأساسية يقول لك انا سبتها وانا جبت توك توك احسن، يعني قضت على بعض الحرف. في ناس كانوا بيشتغلوا سباكين ونجارين ونقاشين وفي مهن مختلفة، قالوا بلاها وجع دماغ وتعب التوك توك وسيلة حياة وببقى عايش في وسط الناس وبختلط بالناس وبندمج معاهم احسن. طيب ايه المنافع على الجانب الاخر الذين يدافعون عن التكاتك؟ بيقول والله في ظل حالة البطالة فتح بيوت ناس كتير واصبحت مصدرا للدخل لعائلات كثيرة ومتعددة. في ظل ارتفاع اسعار وسائل النقل من المهم وجود التوك توك. ده الجانب التاني. يعني بيتكلموا كمان على ان الجريمة تم بتحصل مع الميكروباص وبتحصل مع كل وسائل النقل والانتقال وبتحصل مع السيارات الملاكي، يعني فلماذا تتهمون التكاتك فقط؟ يعني كل دي وجهات نظر هنناقشها مع ضيوفي، خاصة انه كمان في الايام القليلة الماضية حدثت مجموعة من الحوادث والجرائم هنستعرض معاكم بعضها، ومعانا اتنين من الضحايا فيها بقى اختطاف وفيها قتل. نعمل ايه مع التوك توك في مصر؟ نلغيه خالص ولا من الافضل ان نقننه ويبقى تحت عينينا وتحت ملاحظاتنا؟ خلونا اقدم ضيوفي داخل الاستوديو، اللواء فاروق حافظ المكراحي مساعد وزير الداخليه الاسبق. سياده اللواء اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل، تحياتي. معايا اتنين من الضحايا، الاستاذ محمد احمد والد الطفل ياسين، وهو معايا ياسين اهو. ياسين تم اختطافه وتم اعادته بعد ذلك. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك ياسين. اهلا وسهلا. اهلا بيك. بقى الحالة المأساوية السيدة نادية، يعني ربنا يصبرها ويكون في عونها. هي والد الطفل قتل بعد اختطافه بواسطة توك توك ايضا. بقى في حياة حضرتك يا مدام نادية، ربنا يصبرك. على الجانب الاخر اللواء احمد رفعت عضو مجلس النواب، ست له اهلا بيك. اهلا بيك يا باشا. وأحمد عاشور هو سائق توك توك، عشان يكلمنا عن يبقى يمثل كل سائقي التكاتك. اللواء ممدوح حسيني عضو مجلس النواب، ممدوح اهلا بيك. اهلا وسهلا. سيادة اللواء خلينا ندخل في البدايه على طول، ليه بتقول الغاء ومنع؟ شوف، دي جريمه ارتكبت في حق الشعب المصري وفي حق مصر، فتح بيوت. ما هنقول ليه الاول وبعدين فتح بيوت، دي جت بعد كده. يعني حكاية فتح بيوت جاية بعد كده، انما دي جريمة. احنا بنطلع لقدام، بنتطور، الناس وصلت الفضاء واحنا رايحين نقلد بنجلاديش والهند ومش عارف ماليزيا ونجيب التوك توك ليه؟ بدل ما نجيب حاجة راقية. دي واحد. نمرة اتنين، وسيلة نقل غير آمنة، لا لها بيبان ولا لها بتاع، وتلات عجلات، أي طوبة في الشارع تقلبها. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، ركاب التوك توك غير آمنين على نفسهم. صحيح كانت في وقت من الأوقات بتمثل عملية رخيصة بالنسبة لعملية النقل، كانت بخمسين قرش وجنيه، أنا دلوقتي أصبحت زيها زي أي وسيلة نقل أخرى. يعني الخمسة كيلو بعشرين جنيه، يعني بيوديك من مسافة خمسة كيلو بعشرين جنيه. اللي هو بياخد بنزين، يعني ما بقتش وسيلة انتقال رخيصة، يعني ما بقتش رخيصة اطلاقا، بل بالعكس وسيلة غير امنة، لا على الركاب ولا على التوك توك نفسه. وبعدين الجرائم اللي بترتكب كثيرة جدا في هذه التكاتك، ما بين خطف وما بين جرائم اداب. وبعدين لما انت في التقرير اللي انت عارضه دلوقتي، اللي بسوق التكاتك ايه؟ 9 سنين و11 سنه و12 سنه. وبعدين انا قعدت مع سمحت للاطفال، أيوة، يعني ايوه كلهم اطفال. نادرا لما تلاقي حد كبير او الحد الكبير بيطلع ابنه يركب معاه يسوق،
يعني هو يروح يقعد على القهوة يشرب نفسين والواد يركب التوك توك ويلف بيه. والله أنا بقول لك. وبعدين في ناس أنا أعرفهم وفي بلدي وفي في البلد دي مصر، واحد جايب توك توك لابنه عشان يجيب مصروفه عشان ما يوجعش دماغه، فجيب لابني توك توك. بنجيب له توك توك ويجيب مصروفه يا باشا. والله قال لي كده. بقول له انت كده غلط، والولد يعني قال لي اهو يلف بيه ويجيب مصروفه. ايه ده؟ ايه الاخلاقيات اللي بقت عندنا؟ وبعدين المرور بيقول لك مفيش مركبه من غير بيبان، هتبقى امنه على الناس ازاي؟ ده تصرفات غير عاديه. وبعدين منهم لله اللي دخلوا التوك توك مصر، احد الساده الوزراء وواحد صاحب شركه عربيات كانت بتتعرض للإفلاس ولا كانت بتتعرض لحاجة، راحوا جابوا 10,000 توك توك أول مرة ب5,000 وباعوا ب12,000 أول ما نزل التوك توك، وبعد كده بقت هلم جرة. يعني انت عايز تقول انه يعني بدايته يعني كانت قضية فساد يعني. ايوه قضية يقينا. اللي دخل التوك توك مصر، ومصر الحضارة، مصر أول دولة في العالم، مصر هذه القيمة والقامة، نبص نلاقي مصر بتقلد بنجلاديش وبتقلد الهند وبتقلد ماليزيا، واحد يقول لك ده هند دولة نووية، ده مليار ونص. هو المليار ونص فيها كده وفيها كده. عشان انت اللي قلت كده في البداية قبل واحنا بدناش، بس خلينا هبدأ بأحمد عاشور عشان كسائق توك توك يعني. الكلام ده صحيح؟ عايز اقول لحضرتك ان النهارده اصبح 50 واكتر من 50% من المؤهل يعني اللي بيركبوا تكاتك بيسوقوا تكاتك مؤهلات عليا، اللي بيسوقوا اللي بيسوقوا تكاتك مؤهلات عليا ومتوسطه فوق المتوسطه. ما بشوفش الكلام ده. لا موجود حضرتك انت بتبص في مؤهلات عليا. حضرتك اساسا ما بتركبش توك توك. لا سيبك يا بركب ولا بركبش. معلش ما حضرتك بس لا انت ما تبداش ما تبقاش لا احنا سؤال ما يبقاش اول قصيده خالص. خلينا مش انا اسيب اتكلم اللي انا عايز اتكلم هو كلام وجهه نظر. لا هو يعبر عن وجهه نظر. لا انا بتكلم. لا ما عندوش حق في دي. لا يا باشا انا هتكلم وحضرتك رد بعد كده. انا ما عندكش حق في دي. ماشي انا بتكلم. انا عندي في البحيره في ابو حمص في الارياف خاصه ولا مع امية حتى خاصه في الارياف. لا اقسم بالله مؤهلات عليا ولا متوسطه وفوق المتوسطه في البحيره في ابو حمص عندنا التكاتك حاجة لا غنى عنها. اولا انا عندي العربيات بتبطل الساعة 8 بالليل مفيش عربية، لان بتبقى الركاب فردية. عندي جميع مثلا الافران، محطات البنزين، الناس اللي بتكون بتشتغل من الارياف تطلع المدينة محافظة اسكندرية مثلا وبيشتغل وبيجي الساعة 2 والساعة 3 بالليل ما عندوش اي وسيلة مواصلات غير التوك توك. يعني لما يتوقف التوك توك هناك لحد تتوقف الحياة طبعا تشل طبعا تشل. لما ما فيش فرن سيادة اللي هو بيضحك طبعا لما ما فيش فرن طبعا. ده انا اولا انا عايش في الارياف. أيوه. عايش في المحافظة اللي انت بتتكلم عليها. تمام. وعارف الدنيا كويس يعني حضرتك لو في ابو حمص وبعيش شفت ده وشفت ده تقول لي الحياه تتوقف حضرتك. انا بقول تتوقف ليه؟ هو التوك توك قبل التوك توك كانت الحياه انا زي. عايز حضرتك تنزل يعني انا عايزك تشوف المنظر هتلاقي كده لا انا عايز قبل التوك توك كانت حياه ازاي؟ كان في عنطور كان لا مش كان فيه الحنطور ولا كان المنظر ده ست تعتقد ان هل ده منظر حضاري؟ هل ده منظر؟ بس حاجة المجتمع ما بقول لك الحياة تصاب بالشلل يا سيدي. الحاجات لا تصاب ولا حاجة. انت لو شفت دول بيعملوا ايه دي والله العظيم في جرائم بترتكب يوميا من هذه التكاتك. وبعدين خناقات وبعدين تصادم مع العربيات. شايف الرأس الحلزونية دي للتكاتك؟ ما هو سيادتك يعني هي مطلوب لها تقنين. لا تقنين ايه؟ تقنين احنا نخليها تقنين ايه؟ عيل عنده 11 سنه و10 سنين مين اللي قال ان بيركب؟ كلهم هم موجودين. حضرتك ما طرقناش لحل المشكله. اصل احنا لما يبقى عندنا حاجه فيها مشكله يعني ما نكتسهاش من جذورها، نشوف المشكله ايه ونعالجها. الغرب بيجي ورا الفاشل يظل وراه حتى ينجح. احنا عندنا مشكله يعني ده هل دي وسيله نقل امنه؟
هل دي نص عليها المرور؟ ده انا بقول لك لو شفنا قانون المرور بقول لك لو فتحت باب العربيه والعربيه ماشيه بتنزل امنه يا استاذ احمد. امنه يا فندم. ليه؟ انا عندي ده طوبه صغيره كده وتقلبه لو جينا ثلاث عجلات موتوسيكل. لو جينا حضرتك لمعدل الحوادث والاصابات واللي بيحصل هنلاقي ان التوك توك اقلهم. انا عندي القطارات نفسها اللي بتمشي على السكه الحديد معدل الوفيات فيها اكتر يعني طيب. نسبه عاليه جدا عندي الاسفلت. لا ما حضرتك ولا بتقلل. انا بقول لنا خلينا مع لو احمد رفعت من هاجد حضرتك بس اشوف هل المجتمع يحتاج الى التكاتك ولا ستلو شايف انها اداه جريمه واداه قبح ولابد من محوها وشطبها واستئصالها؟ نستيقظ غدا فلا نجد توك توك واحد في مصر زي ما عملنا لما واخذ يا احمد لما عملنا هذا الكلام مع العربيات الكار والحناطير في القاهره في وقت من الاوقات كنا نعمل ده لما الافنديه اللي دخلوا التوك توك مصر سنه 2007 و2008 اللي دخلوا التكاتك كانوا خدوا المقدمات من الناس دي وجابوا لهم تاكسيات او جابوا لهم وسيله امنه للحركه ما يجيبوا لهمش من بنجلاديش ومن بتاع علشان يكسبهم يعني كانوا بيكسبوا 150% من قيمته. عشان بس لو احمد رفعت وبعدين الممدوح الحسيني هل المجتمع يحتاج الى هذه التكاتك؟ هل تصاب الحياه بالشلل اذا لم نجد التكاتك غدا؟ هل هي مع الحاجة المعيشية والاقتصادية ومع تزايد سكان البشر مع تزايد السكان في مناطق وفي كمان عشوائيات لا تستطيع أن تدخل إليها وسائل انتقال مختلفة بالضبط هل التوك توك حاجة ملحة؟ دي حقيقة. هو ظاهرة وجود التوك توك حطتنا في أزمة والأزمة ديت لازم نعمل لها تصور للحل. الأزمة ديت إن المواطن اتعود عليها الأول في عندك شوارع ضيقة ما تنفعش تدخلها عربية في بلطجة من سواقين الميكروباص خلت الناس النهاردة لو نزلت الميكروباصات والسيزوكي الصغير داخل الشوارع مش هيوصل الناس زي التوك توك بيوصلهم. بالإضافة إن التوك توك ده أمال الناس قبل التوك توك كانوا بيركبوا حنطور كانت الناس صحتها كويسة بنمشي احنا النهاردة بننزل 5 متر عايزين نفتح التوك توك ونركب. صحيح دي طبيعة بشر خلاص. الأزمة تفتح التوك توك ما مفتوح هو مفتوح تفتح التوك توك هي ما مفتوح الحاجة التانية خلاص حتى مش هيتعب ويفتح هيركب على طول سيد اللي هو عايزك تركب توك توك بره هكمل بعد جميلة ظاهرة وجود التوك توك في مصر دخولها الحكومة اللي تسأل عنه انت دخلته يا فندم وبدأت تعمل هذه المركبة وسبتها بدون ترخيص فده قصور تسأل عنها الحكومات السابقة لحد وقتنا هذا. يعني أنت مع ترخيصها؟ أنا مع ترخيصها طبعا اللي هو مع محواها واستئصالها بالضبط. طب أقول لي أنا مع ترخيصها اللي خلى التوك توك يرتكب الجرائم عدم وجود ترخيص لي عدم وجود حد من المرور بيراقب مين يركبه 18 سنة ولا عيل صغير. إنما لو هرخص هيبقى اللي بيركب 18 سنة هيبقى اللي بيركب انا مسؤول عنه هيبقى في خط سير هقول له ما تطلعش على الطريق السريع هقول له ما تخرجش بين المدن ولا بين القرى. التوك توك يشتغل في مكانه بس هقول له امشي في 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 طريق النصاب الصحيح مش عكس الاتجاه امشي مع الطريق. التوك توك مش ماشي على الطريق السريع دلوقتي مش ماشي على الدائري دلوقتي يا ست اللي هو ماشي على الدائري القاهره الكبرى عاصمة جمهورية مصر العربية انا ليه ما اقدرش امنعه مش ماشي في الجيزة ومش ماشي في الزيتون وفي عين شمس ويبقى ماشي في قلب العاصمة اذا لم يرخص لان انت النهاردة عملته معاملة الحنطور معاملة العربية الكارو انت تقدر تعمل ايه للعربية الكارو لما يبقى ماشي عكس الاتجاه ضابط المرور ينزل يعمل له ايه سياده اللواء استاذنا يعني وراجل يسبق في العمل الامني والسياسي كمان النهارده اذا ما رخصتش هذه المركبه فانت بتدعو للفوضى مين المسؤول عن الترخيص الحكومه المصريه طيب ايه الترخيص شوف ولا انت لا حل الا بالاستئصال اذا كان من البد بد نعمل وقفه بقى ونعمل ضوابط اذا كان من البد بد انما لو انا اللي صاحب القرار مفيش توك توك بكره الصبح في مصر كلها دي واحد يا سيادتك بتحكم كده بالاعدام على 20 مليون نسمه 20 مليون ايه دي واحد استنى انا عايز امسك في الرقم ايوه هقول لحضرتك يعني ايه بحكم بالاعدام على 20 مليون نسمه هقول لحضرتك حاجه احنا عندنا في مصر تقريبا كام يا سياده اللي هو كام توك توك كلهم من اولهم لاخرهم دلوقتي في حدود 2 مليون توك توك هنفترض جدلا ان هم 2 مليون 17 مليون مواطن الله ينور عليك انا عندي كل توك توك
بيملكوا. ايوه باشا اسمعني. احنا مش عايزين مش عايزين نتكلم كل توك توك بس عشان اخد منه الرقم. تمام كل توك توك بيملكه واحد متزوج وله ثلاث اطفال يبقى دي خمس افراد بياكل اسره دي حقيقه. تمام بيخدم عليهم يعني محلات بتبيع قطع غيار واكسسوارات. طب انا اطبق ده مع اللي يعمل بقى كشك في منتصف الطريق عشان هياكل عيش. لا اطبق ده مع اللي هيبني. ما احنا نقنن بقى زي ست اللي هو نقنن دوله عشوائيه بقى كل واحد يعمل اللي هو عايزه. لو انا المعيار ان علشان الناس تاكل عيش يبقى خلي حد يبني بيت في اي حته. ما انا ماجيش حتى لو في نص الطريق. ما ماجيش على 20% من سكان مصر بالاعدام. مين قال 20%؟ هتعدمهم. مين قال 20%؟ هم دول طبعا. مين قال انهم 20%؟ امال كام؟ لا ما يمثلوش حاجه. لا لا ما يمثلوش. لا بيضربوا ارقام كده عشان يخوفوا الدوله. الدوله بتخاف من الكلام. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ احنا بنتكلم دائما لما بنتكلم بنكون في اشياء اصبحت امر واقع. خبر حضرتك احنا دلوقتي مش بنتكلم في مشكله لسه هتبدا نستوعب. احنا لو بنتكلم احنا لو بنتكلم بالفعل. احنا لو بنتكلم لا اديني فرصه بس اتكلم. أيوة. احنا لو بنتكلم بس خلي بالك احنا لو بنتكلم في مشكله. انا لو انت تبص لصوره الام طبعا طبعا كلها لا 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 طبعا طبعا صوره طفلها ولسه هنتكلم معاها. تمام تمام. لان احنا مش عايز ابتدي بالجريمه. احنا ما بنتكلمش لا لا احنا ما بنتكلمش بالجريمه. ممكن تقول لا اذا تحولت الى اله قتل واختطاف. لا لا طبعا لا احنا نتكلم. احنا جايين لحضرتك تتكلم يا والبي. هنتكلم ادينا هنا نقطه مهمه جدا يا فندم. القتل سلوك الفرد سلوك الشخص وليس سلوك الطفل. وليس سلوك المركبه. لما نبدا لا الاداه التي تسهل الاداه. اللي بيقتل بيستخدم مسدس وبيستخدم شومه وبيستخدم ايده وممكن يركب طياره ويقتل. مش هي اداه بتسهل. كل واحد ياخد فرصته في الكلام. الاداه مش هنبدا الاداه يا سواد. استنى بس يا سياده النائب ثانيه واحده. هذه أداة لارتكاب الجريمة واللي راكب نفسه بيرتكب الجريمة طالما لم تعاونيه بهذا الكلام. ما انا بقول لك اذا كان من البد بد ان هذه الجريمة تبقى تستبقى لابد نعمل وقف تغيير شكل هذه القذارة اللي موجودة. تغيير طيب. شكله خلينا نرجع عشان نطهرنا يبقى فيه بيبقى فيه طيب. شهادة يعني. حسن سير وسلوك للي بيسوق ما يكونش هذا طيب. الكلام طيب. خلي سيادة النائب يتكلم. احنا يعني ادونا فرصة بس نتكلم طيب. احنا دلوقتي نناقش مشكلة قائمة موجودة بالفعل موجودة بالفعل. احنا بنتكلم على 3 مليون توك توك. لا 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 عمره 3 مليون والله ما حصل. اطلب المرور هيقول لنا بس فرصه. لا ما فيش 3 ما جوش 3 في اكتر من 3 عامل 10 بس فهمني اكتر من 3. الكلام ده الكلام ده بناء على دراسات وبناء على كذا وبناء على دراسات ايه قالت ان 3 مليون. لا استنى بس ما انا ما فوتش كلمه كده. ما هماش 3 مليون ما حصلتش يا باشا. ادينا فرصه نتكلم لو سمحت. انا لم اقاطع حضرتك. لا بس انت بتزود من الظاهره. لا انا ما بزودش من الظاهره. لا لا انا بقول امر واقع. لا النهارده لما نبعد عن الواقعيه يفصل في ونبعد عن الشفافيه في الكلام يبقى احنا بنتكلم وخلاص. احنا بنناقش مشكله لابد ان نجد لها حلول فلابد ان نكون واقعيين في النقاش. هناك داخل جمهوريه مصر العربيه بالاحصائيات والارقام 2.9 مليون توك توك موجوده. اللي تم تقنين اوضاعه حتى الان برخصه مرور 99,000 توك توك فقط من هذا العدد. طبقا ماشي الكلام طبقا للدراسه والجهاز الجهاز التعبئه والاحصاء أيوه. وكل المقاييس والارقام اللي انا بقولها لك ارقام انا متاكد منها 100%. كلام مظبوط. اذا احنا بنتكلم في مشكله قائمه بالفعل. واخد بالك احنا مشكلتنا ايه؟ احنا مشكلتنا ايه؟ ان احنا لما بنتكلم عايزين نشوف حلول. احنا ما بنتكلمش في مشكله لسه هتبدا. واخد بالك؟ طيب هل الحل انا اوصي ولا نقنن؟ هو ده اللي عايزين نوصل. اوصي بان احنا نوقف الاستيراد ونوقف هيئه التصنيع والتنميه الصناعيه ان هي تجمع تكاتك محليه. نقول لهم وقفوا دلوقتي احنا امام مشكله لابد من تقنينها اولا. وبعدين كل الناس بتتكلم في مشكله تقنين رخصه التسهيل بتاع التوك توك فقط. لا انا عايز اقنن ان الاثنين التوك توك نفسه واللي بيركب التوك توك نفسه. ده لازم ده قانون المرور. ده الاخ قال انا بعترض عليه اعتراض كلي وجزئي ان مؤهلات عليا وما فيه لكن ايوه لا في مش عارف في يا وائل بيه في مؤهلات عليا بيشتغل في بنزين بس انا ما بيشتغل بس في منهم بس معظم
اللي بيقود التوك توك للأسف الشديد سن لا يتجاوز 11 سنة 13 سنة. فأنا بقنن عشان يعني احنا دلوقتي بنحل مشكلة عشان نيجي نقول ان احنا نلغي او نعدم 3 مليون توك توك يبقى احنا بنعدم معهم فعلا زي ما بيقول الاخ اللي لاعب جنبي بنعدم اسر تلزق ماذا. انت لكن هل تعدم يعني على الاقل 3 مليون لا احنا لو هنضرب 3 مليون توك توك واخد بال حضرتك في 3 افراد يديك كام؟ مش هنقول بقى 20 مليون ولا بتاع 9 مليون او 10 مليون. ازاي احنا في هذا الوقت اللي بتمر فيه مصر بضائقه ماليه زي ما احنا بنقول واحنا بنعترف كلنا ان احنا الاقتصاد بتاعنا شغالين في اصلاح اقتصادي. وبعدين مش اول حاجه عشوائيه دي توك توك بس. طب ما احنا في عندنا عشوائيه كده. ما احنا بنقارن وضع اليد على الاراضي بتاعت الدوله وخبر ما هدو كل دي حاجات عشوائيه. كل دي اشياء طيب. وسائل غير مقننه لابد ان احنا نعالجها. هتقول لي العلاج ازاي؟ اقول لك ما تسالني العلاج ازاي. هنتكلم لسه بقى العلاج. خلينا ناخد اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربيه, خاصه انه اطلق ايضا تصريحات تتعلق بهذه القضيه. سياده المحافظ اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام. اهلا بحضرتك سياده المحافظ. سيد محافظ, يعني وردت لك تصريحات مختلفة ومتعددة متعلقة بالإمبراطورية التوك توك في مصر. شايف حضرتك كيف نتعامل معها؟ طب أنا عايز أقول لحضرتك ده أمر حاليا بقى أمر واقع لابد من تنظيم في أمر بقى أمر واقع. حس إن إحنا في أماكن معينة موجودة داخل الدولة محتاجة لوسيلة المواصلات اللي هي التوك توك, بس لابد من تنظيم هذا العمل. لابد ان الرخصة التوك توك ده يبقى ليه رخصة, وقائد المركبة اللي هي الرخصة لازم حاصل على رخصة عشان ده ممكن يعمل اي حادثة في يوم من الايام, او يبقى مؤتمن, او يبقى معروف, او يبقى لقدر ارتكب اي وقعة ممكن الاجهزة الامنية ممكن تتوصل اليه. احنا حاليا في بناء على تعليمات دولة السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التنمية المحلية وكل السادة المحافظين, يعني في أكثر من لقاء في مجلس المحافظين خدوا توجيه بالنسبة البدء في إجراءات ترخيص التوك توك وتحديد خط السير المحدد. بيترخص دلوقتي نوع الترخيص يا سيادة المحافظ؟ نوع الترخيص هل هترخص مرور دراجة بخارية ولا هل هترخص أنا مش هخش في الناحية الفنية فندم مركبة لسه هو يخش فيه آلة بتمشي على الأرض يا جماعة. هو ده آلة وسيلة بتمشي على الأرض. طيب هو علي الوزير هو دلوقتي معلش عشان هو على التليفون يا جماعة. وسيلة بتمشي على الأرض. بس ظلم علينا. المركبة موجودة بتسير على الأرض لابد إن يبقى فيه ترخيص ليها من الجهات المختصة. إحنا لغاية حتى طب حضرتك بتقول تعليمات مجلس الوزراء إيه يا سيادة المحافظ؟ إن إحنا خط السير محدد المحافظات الكبرى وعواصم المدن مفيش ترخيص للاستثمار خالص السير فيها غير في الشوارع الجانبيه البعيده خالص بعيده عن العاصمه. لكن احنا حاليا احنا لا يعني المدن الكبرى مفيش فيها تكاتك خالص الكبرى. يعني القاهره لا تمنع ما ينفعش يمشي فيها توك القاهره ما ينفعش يمشي فيها توك ولا الجيزه ينفع لكن القاهره والجيزه ممتلئتان بالتكاتك يعني. لكن في بعض الاماكن الارياف ممكن يسير فيها توك توك كوسيله مواصلات بتاخدها المواطنين للوصول لاماكنهم باسعار. طب انت عند حضرتك هتعمل انت في مدن رئيسيه في الغربيه فيها تكاتك محله طنطا كتير الشوارع الرئيسيه فندم احنا مانعين فيها حاليا سير التوك توك الشوارع الرئيسيه. لكن في بعض المناطق اللي محتاجه حواري. طبيعه اماكنها محتاج هذا المركبه حواري. موجوده تبقى موجوده فيه بس كله هيبقى ساير في اطار الترخيص. احنا عندنا مشكله احنا رخصنا لغايه دلوقتي حتى الان 22,000 مركبه توك توك حتى هذه اللحظه. المشكله ان احنا ترخيص مرور ولا واحده محليه؟ مرور. يا فندم المرور ماشي لكن دلوقتي المشكله ان احنا التكاتك اللي احنا بنجيبها يعني احنا امبارح والنهارده جايبين حوالي 150 توك توك
طب الحضانات عندنا في مالي بقى في تكدس في الحضانات بتاعه المرور والمحافظه، مش عارفين نتصرف نودي التكاتك. دي اللي انا عايز اتكلم فيها مهمه. لا جايبين 105 اللي هي بتصدروها. لا لا عشان تضغط عليها عشان يرخص. عشان يرخص. عشان يرخص. مش يصدر. فما انتش لاقي حد مكان يعني تضع فيه التكاتك. الاماكن دي اماكن لكن هي المفروض في مشكله لازم نتدخل فيه. مشكله لازم نتدخل فيه. اولا في ناس بتشتغل على هذا العمل كوسيله، في ناس ثاني متخذاها وسيله مواصلات. المهم يبقى في تنظيم، في تنظيم لهذا العمل داخل المحافظات والقرى والمدن. طيب حضرتك دلوقتي عندك كم، هل عملته تقريبا عندك كم توك توك يا سياده المحافظ؟ لا انا بقول لحضرتك اللي انا اللي تحت ايدي دلوقتي 22000. اه لا المجمل المجمل في توقعك الحصر الثاني ده هيزيد طبعا، في نسبه كبيره موجوده مش مرخصه، لكن احنا مع تضييق الخناق عليهم ومع الحملات المرورية المستمرة كل محافظة فيها 110,000 المفروض بتخرج من الشوارع الفرعية للشوارع الرئيسية، احنا شبه مقفلين دلوقتي بحيث ان احنا ما تخشش على الشوارع الرئيسية. مع الضغط في هذا الشأن كله هيبدأ يرخص وكله هياخد يمشي في الإجراءات القانونية. التوك توك بيرتبط بالجريمة عند حضرتك يا سيادة المحافظ؟ والله ما احنا مش ظاهرة عندي، مش ظاهرة. احنا طبعا ليها عادات وتقاليد والاسر كلها عارفه بعض الى حد ما، فالكلام ده ما فيش عندنا للدرجه اللي هي ظاهره، لكن احنا برضو لازم يا فندم نتعامل مع المشكله من مع اطرافها كلها. ما اقدرش اخد طرف واحد. ممكن ده التوك توك يعمل قلق للناس واصحاب السيارات واصحاب التاكسي واصحاب الميكروباصات، ده بيعمل لهم مشكله بحيث ان هو بياخد منهم عدد، مش هيبقى فيه رضا. برضو الناس اللي هي تبقى ماشيه في الشوارع بيعمل لها مشكله على اساس ان بيخش وسط السيارات وبيعمل عمليه زحام وعمليه عدم انتظام لحركه المرور، ده بيسبب له مشكله. طب برضه في نفس الوقت الراجل اللي هو موجود على مركبه التوك توك ده برضه مواطن وشاب وعايز يشتغل وعايز يشوف وسيله رزق بيتكسب، بس احنا هنمشي معاه في الاطار القانوني، الاطار القانوني اللي بينظمه القانون في هذا الشان. بشكر حضرتك عايز الوزير في حاجه مهمه جدا. طيب بعد اذنك النائب احمد رفعت، اللواء احمد رفعت عايز سؤال لحضرتك. اتفضل يا سياده اللواء. تحياتي لسيادتك الاول وسيادتك المحافظين اللي بنسمع عنهم من نوابنا ان حضرتك شخصيه محترمه ومتعاون. الله يخليك. انا لما قلت لحضرتك بترخص هذه المركبه ايه كان ليا هدف معين. المركبه دي بترخص دلوقتي يا فندم دراجه بخاريه، يعني زي الموتوسيكل تمام، بتاخد لوحات دراجه بخاريه، واللوحات الدراجة البخارية مش محتاجة يتركب لها بيبان، فبديله المرور بيديله تصريح 3 شهور وما رضاش يديله رخصة. بعد إذن سعادتك إذا كانت هترخص دراجة بخارية فإحنا بنعمل له خط سير داخل المدن فقط وبقول له خلاص بعفيك من البيبان، لأن التوك توك أصلا ما ينفعش يركب له باب، ما تصممش على كده. خلينا نسهل على أصحاب التكاتك عشان يجي من نفسه يرخص، ما قولوش رخص وأحطه في إجراءات تحبطه وتوقف عليه. في حته كمان بنتكلم ولذلك احنا لو سمحت برضه في مداخله مع الاستاذ المحافظ يبدأ يرخص بهذه. احنا في تيسير في عمليه الترخيص وده يهمنا ان احنا بنخفف على المواطن سواء كان صاحب توك توك او غير صاحب التوك توك. في مفاهيم النائب ممدوح حسيني ايضا عنده سؤال لحضرتك. مع الوزير ازاي الحال كل سنه طيب؟ اتفضل يا فندم. انت جيت عندنا في لجنه الاداره المحليه وراجل محترم وراجل متعاون لاقصى درجه وبنشكرك على هوا يعني. في من ضمن اسباب ان الناس بتبتعد او بتهرب من عمليه الترخيص، انا بكلم محافظ من المحافظين وموجه كل كلامي لجميع محافظين على مستوى الجمهوريه واقسام المرور، من ضمن الاشياء التعقيدات اللي ان احنا بنسيب التوك توك ماشي لمحض الصدفه عشان في لجنه واقفه، في ضبطيه مروريه، في لجان واقفه بتمسك التوك توك وتجيبه وتخزنه زي ما قال معالي الوزير دلوقتي. ما فيش عنده مكان يخزن فيه 150 توك توك يتمسك في اليوم في اي بلد من البلاد، 300 توك توك مش عارف ايه الكلام ده كله. لا انا مش عايز الكلام ده لمحض الصدفه، انا عايز انظم هذه العمليه بحيث ان في كل مكان في كل بلد داخل المحافظه او في كل مركز داخل المحافظه يخصص مكان تجمع هذه التكاتك ويدعى اصحاب التكاتك يجوا نقول لهم تعالوا، بدل ما تمشوا مخالفين اولا الضبطيه اللي هم بيضبطوها ديت بتترتب عليها ايه؟ ان انا بغرمه رخصه تسيير ورخصه والقياده بدون رخصه. اه معضل في حاجه في حاجه في حاجه اسمها قرار محافظ،
قرار محافظ يطبق عليه في المخالفه. واليوم اللي بيحجز فيه بيدفع واليوم مين جنيه. واليوم اللي هيقف فيه بيدفع فيه رسوم ارضيه، يدفع فيه رسوم ارضيه. يجي يعني الراجل صاحب التوك توك عشان يوقف صاحب التوك توك عشان ما يدفعش فلوس يا سياده الهو. صاحب التوك توك لما بيتمسك لما بيتمسك التوك توك بتاعه وعشان يجي يرخص بيكون دافع من جيبه 6-7 آلاف او 8000 جنيه. ده عبء كبير جدا على المواطن. انا بقول لابد من اجراء عمليه تنظيميه لهذا الموضوع. كل بلد او كل مركز تخصص مكان يعلن عنه في الاذاعات المحليه اللي داخل المراكز، ويعلن عنه بوسيله او باخرى او حتى على الفيس ووسائل التواصل الاجتماعي ان المكان ده موجود في المكان الفلاني. تعالوا يا اصحاب التكاتك اقف ونزل لهم. هي كل الحكايه مهندس فني وضابط مرور او مهندس فني وامين شرطه. مهندس الفني هو المهم بيجي بياخد ماشي بشكر حضرتك سياده المحافظ. احنا بنخفف عن اصحاب التكاتك الترخيص. الف شكر. خلينا قبل ما وفي نفس الوقت بس خلينا اكمل. في نفس الوقت احنا بنسهل من اجراءات الترخيص وفي نفس الوقت بنقضي على الظاهره بسرعه. طيب. احنا ايه احنا بنشتكي ان هو وسيله بلطجه ليه؟ لا احنا اديني بس دي نص دقيقه سات لو ما انت هتتكلم تاني. احنا ليه احنا حدش حيقول يعني مش هتتوقف هتتكلم فضل. تاني فضل. يعني طبعا حزين جدا يعني صوره ابنك يعني تمزق القلوب يعني وانت شايلاها متعمده توصلي رساله يعني احموا اولادنا من التكاتك يعني وعايزه يكون ابنك يعني نموذج لانه يحمي ناس تانية يعني. ومحمد يعني انت حتى شايله صورته بشكل يعني يؤثر فينا جميعا اثر يعني. اثر فينا كلنا. ناخد الجانب الامني ده هسمع الحكايه منك ونشوف انه ده بالفعل ممكن يحطم عائلات ولا لا، وهل العيب في التوك توك يسهل الخطف والقتل ولا ده ممكن يحصل في اي حاجه تانية، ولا التوك توك بالفعل هي اداه تسهيل لهذه الجريمه زي ما قال سياده اللواء فاروق حافظ المقرع. هسمع الحكايه منك بعد الفاصل وبعد شويه كمان هينضم لنا زوج حضرتك هو موجود معانا. هطلع فاصل وهنشوف الجانب التوك توك والجريمه. هتلاقوا دايما تشوفوا في صفحات الحوادث هتلاقوا دايما يرتبط التوك توك بارتكاب الجريمة يوميا. هل هي صدفة ولا يعني ده ممكن يحصل مع اي وسيلة انتقال، ولا التوك توك يسهل ارتكاب الجريمة في كل محافظات مصر؟ بعد الفاصل.